نروح بقى لأحمد سيد غريب موسيماني، استقبلك ازاي وقت ما طلعت مع الفريق الأول، خاصة يعني انت طلعت قبل كده كذا مرة قبل المباراة الودية الأخيرة، ويعني وأبرز النصائح كمان اللي موسيماني دايما بيقولها لك. هو طبعا أول ما طلعت فهو رحب بينا جدا واتكلم على الماتش الأخير اللي هو الودي ما بين الناشئين، قال أنا مبسوط بالفرقة الناشئين اللي تحت، عملوا مجهود جامد ضد الدرجة الأولى والفيرست تيم وكده، فبشكر يعني اللعيبة. وهو في الأول هو ممكن ما يتكلمش معاك، بس هو يعني ذكي جدا وبيشوف أنت بتعمل إيه وملاحظ كل حاجة في التمرين وهو أكتر حاجة كلمنا عليها اللي هو انت ما ينفعش تفكر في نفسك بس، لازم انت تفكر في اللعيبه اللي جنبك، مصلحه الفريق، ما ينفعش تفكر في مصلحتك، وما تلعبش فرد كتير، لازم انت تلعب مع الناس برضك، هو ده اللي هتشد انتباهه ليك. فهو اتكلم معانا في الحته دي كتير قوي يعني. ده كان كلام موسيماني، بس اكيد برضو المدربين في القطاع وانت طالع للفريق الاول اكيد في كلام وفي نصايح ومدربين يعني بيكلموكوا وبينصحوكوا. هو طبعا نصحونا، بس طبعا هو مفيش كلام، انت طالع طالع الدرجه الاولى، النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، مفيش حاجه هتاثر عليك ان انت تكون وحش 1%، كل حاجه مباحه لك فوق قبل التمرين، عندك جيم، عندك كل حاجه مباحه، والتمرين طبعا مفيش كلمه يعني، ما ينفعش يعني ان انت المدرب بتاعك في القطاع بيقول لك ايه وانت طالع تاني يوم بكره تدريبه الفريق الاول؟ شد حيلك وتركيز طبعا، فرصة كبيرة ما بتجيش لأي حد، ما بتجيش في كل الأوقات، فلازم أن تمسك بها بإيديك وسنانك، ولازم أن تحافظ برضك على النعمة اللي هي جات لك ديت، اللي انت برضك مع النادي نادي كبير في أفريقيا، فلازم أن تهتم بكل حاجة انت بتعملها.